شكر مشاهدينا لزميل نجيب. الآن مع الأستاذة سمية الإبراهيم، اختصاصية تغذية علاجية، وراح يكون حديثنا اليوم عن السكري والسكر المحلي وش اللي بتضيفين له. بدأ السكر. صبحك الله بالخير. صباح النور عبد المحسن. اليوم موضوع يمكن يهم شريحة كبيرة من الناس، كون ان احنا استهلاكنا للسكر يعتبر جدا مفرط في استهلاكه، سواء في اكلنا، بطباخنا، ساعات ممكن نضيفه، او في مع الشاي ومع القهوة، فتلاقينا نستخدم كمية كبيرة من السكر وما احنا عارفين شنو اضراره، ونتجه الى البدائل اللي احنا نعتقد ان هي افضل وصحية، لكن بالنهاية تطلع ما هي افضل النهائي. فراح النوع السكر اللي احنا غالبا اللي احنا نستخدمه اللي هو السكر الابيض العادي، نحطه بالشاي او بالقهوه. فالناس اللي تعتقد ان هي تبي تاخذ اختيار افضل تروح على السكر الاسمر على اساس انه هو، لان اسمر احنا عندنا خبز ابيض يضر، خبز اسمر هو المفيد، فمطبقين الاعتقاد هذا على السكر الاسمر والسكر الابيض. الفرق بينهم اذا انا باخذ قفشه واحده صغيره سكر أبيض فيها 16 سعرة حرارية، السكر الأسمر فيه 17 سعرة حرارية، ففي سعرة واحدة حرارية أكثر. لكن الأسمر الفرق بينه وبين الأبيض اللي هو على عملية الكرملة، أو اللي يسمونه المليسز، إنه يتعرض للكرملة، عشان كذي لونه صاير شوية على كرمل. فهو فيه من الفوائد هذا إنه تعطي شوية من الكالسيوم وبوتاسيوم وأيضا فيتامينات باء، لكن لا يعتد فيها أبدا. وزائد إذا أنت لاحظت عبد المحسن، لما تبي تحلل شاي بالسكر الأسمر ما يحلي بسرعة، يعني يحلي كثر الأبيض، وبالتالي ممكن الناس تنتهي إن هي تحط كمية أكثر من السكر، سعرات حرارية أكثر، الفائدة هي نفسها أو الأضرار هي نفسها مقارنة بالأسمر. إذن ما أصبح بديل. فالسكر الأسمر لا يعتبر بديل للسكر الأبيض، وهذه يمكن رسالة بوجهها بشكل خاص للناس المصابين بالسكر، اعتقادا أن هذا ما راح يرفع سكر. ما توني بقولك أن هذا اعتقاد يمكن أصبح قاعدة بالنسبة لهم، فهل بهالدرجة أو بهالسرعة هذه ممكن أن يقتنعون يعني ليس بديل للسكر الأبيض؟ يعني أنت ممكن تجرب الشخص اللي فيه سكر، ممكن ياخذ سكر اسمر ويقيس سكره راح يرتفع حال لحال الابيض. فاللي يروحون الكافيهات واللي محافظين على صحتهم، وتلاقي لما يبون يختارون، طبعا في كل الكافيهات الحين عندك اختيار السكر الابيض، وعندك اختيار الاسمر، وعندك المحليات الصناعيه. كلهم بالنسبة حق ارتفاع السكر الأبيض والأسمر نفس الشيء، اثنينهم يرفعون السكر، فهارد لك حق اللي قاعد يستخدمون السكر الأسمر اعتقادا أنه ما يرفع السكر أو ما في سعرات حرارية. معلومة يعني عن جهات يعني صح 100% مهتمة بالصحة 100%. فأنا الحين كون أن أنا هم مختصة بالسكر، والمرضى اللي يراجعوني أغلبهم أو كلهم فيهم سكر، لما يقولوا لي معلومة أن إحنا ترى قاعد ناخذ أسمر، أقول لهم ما سويتوا شيء، قاعد تاخذون اسمر خبز معكرونه عيش بس اعتبرنا بر يعني لان القشره تكون موجوده كامله في القمح، فبالتالي امتصاصها بالجسم يكون ابطا، لكن هذا لا يطبق ابدا في قاعده السكر الابيض والسكر الاسمر. بالعكس، السكر الاسمر فيه سعره حراريه واحده اكثر، زائد انه ما يحل بسرعه، فينتهي فيك الموضوع انك تضيف اكثر فتستهلك سكر بكميه يكاد يكون اكثر من الابيض، ممكن يكون اكثر لو انت استخدمت سكر الابيض. شنو ايضا من البدائل للسكر الناس تستخدمها اللي هو العسل، وهم هذه اواجهها وايد في الناس المصابين بالسكر، ترى انا ما احط سكر بالشاي، احط عسل. تاثيره في سكر الدم هو نفسه، سواء استخدمت سكر او استخدمت عسل. يمكن قبل الهوا تكلمنا عبد المحسن عن العسل الطبيعي. العسل الطبيعي، ومثل ما انت ذكرت انه وايد صعب الواحد يعرف هل هذا فعلا السكر العسل الطبيعي ولا لا. اذا كان طبيعي 100% فانا بالعكس اقول ضيفوه باعتدال، لان اذا زاد عن حده استهلاك العسل اكيد راح ياثر سلبا على الجسم. لكن العسل فيه شفاء للناس، واحنا عارفين هذا هم من ديننا، ان العسل يعتبر شفاء لكثير من الامراض، لكن نتكلم عن العسل الطبيعي. اتفقنا انا وياك قبل لا نطلع على الهواء انه هذا لا يمكن احد يبتلك في الموضوع الا المختبر، وخاصه المختبرات اللي تابعه للبلديه. بالضبط، اكيد يعني بعد ما احنا نحل العسل هذا اقدر اقول لك فعلا هذا طبيعي وهذا لا. في يقولوا لك والله انا جايبه من اليمن، والله انا ما اقول انه لا ما في، لكن انا اقول انه في شوي صعوبه انك تلاقي 100% عسل طبيعي بدون اي اضافات، او اللي هو عمليه البروسيسنج او التكرار اللي قاعد يصير في عمليه تصفيه العسل اللي بالنهايه ما يعتبر عسل طبيعي.
شنو أضرار استهلاك السكر؟ أول شيء الحد المسموح لاستهلاك السكر في أكلنا كله مو بس بالشاي هي 9 ملاعق صغيرة للرجال وست ملاعق صغيرة للنساء. طبعا هذا يضم شو الفرق في ثلاث؟ لأن غالبا احتياج الرجال سعرات الحرارية أكثر من النساء، وبالتالي احتياجهم لكل شيء اللي هو يطلع سعرات حرارية أكثر سواء بالدهون أو بالكربوهيدرات أو البروتينات أو بالسكريات. فهذا الفرق ما بين اللي هو استهلاك الرجل والمرأة. استهلاك السكر إذا احنا زدناه عن حده، طبعا السكر الفركتوز اللي هو الموجود في العسل، وأيضا موجود هم بالمناسبة أتكلم عن إذا مر عليك أجاف سيرب أو شراب الصبار. للأسف أشوف أنا وايد من زملائي أخصائيين تغذية في مواقع التواصل الاجتماعي يقولون حق الناس وقفوا سكر استخدموا الأجاف سيرب. الأجاف سيرب أو شراب الصبار بحد ذاته هو نفسه قد يكون بديل أفضل من السكر صحيح، لكن أغلب للأسف اللي موجود بالسوق يضيفون عليه فركتوز أو طريقة التكرار لنوع السكر اللي جاي من نبتة، مو طبيعي أيضا مثل موضوع العسل يعني. راح يصير أسوأ من العسل، راح يصير ممكن أسوأ من شراب الذرة عالي فركتوز، تكلمت في حلقات عديدة عن اللي هو ينحط في مشروبات الغازية. فهو ما هو بديل صحي للسكر ولا هو بديل صحي للعسل اللي هو الأجاف سيرب أو مشروب اللي هو الصبار، لان في ممكن بعض الشركات، لكن صعب انا اني بس اقرا الليبل واكتشف هل هذه الشركه صح ولا لا، فممكن اعرض نفسي حق خطوره استهلاك السكريات لان انا قاعد اشتري من شركه ما قاعد توفر فعلا مشروب الصبار او شراب الاجاف، عشان ما يطلع اسم الشركه ما نبي نتكلم عن اسم الشركه بالضبط، هو موضوع بس عن شراب الصبار. فشنو اضرار المشروبات اللي هي العاليه بالفركتوز؟ اول شيء لما تاخذ انت اللي هي سكريات بشكل كبير تزيد نسبة الدهون في الجسم، تزيد فرصة الإصابة بالنوع الثاني من السكر، تزيد موضوع اللي هو الشحوم على الكبد، تزيد موضوع السمنة. فالإفراط في استهلاك السكريات أيضا له مشاكل جدا كبيرة، فالواحد يقنن من استخدام السكر كثر ما يقدر. عندنا هني أيضا في حتى بعد ما يبين اسم الشركة، اسم الشركة ما يهمنا كثر ما يهمنا موضوع المحليات الصناعية أيا كانت الشركة. هذه في شركات كبيرة أيضا من المحليات اللي هي تستخدم للشاي أو مثل الحبوب بالضبط. فهو المحليات الصناعية أيضا بديل يلجأ له الكثير من الأشخاص، وخاصة اللي يعانون من النوع الثاني أو من السكر بشكل عام، كونه هو فعلا ما يرفع نسبة السكر لحظيا مثل الأسبارتيم اللي هو اسم السكر نفسه اللي يستخدمونه الأسبارتيم أو السكرولوز. هذه تعتبر محليات صناعية تم إنتاجها مخبريا، ما هي موجودة بالطبيعة، تم استخراجها أو تصنيعها مخبريا بحيث أن تعطيك الطعم الحالي لكن ما ترفع نسبة السكر في الدم، وهي تعتبر خالية من السعرات الحرارية مثل الموجودة في المشروبات الغازية الدايت. الدايت الحين أنا بتكلم عن يعني إذا هذه معناتها أن هم الموضوع نفسه على الدايت بالضبط، هم في سكريات لان نفس السكر اللي انت موجود تحط الاسبارتين مثلا او السكرولوز اللي هو اسم السكر. طبعا في شركات اسامي شركات انت بس لو تمسك وتلف تعرف هذه الشركه تستخدم سكر اسبارتين، هذه الشركه تستخدم سكر سكرولوز، موجوده كلها في العلبه لما انت تشتريها. المحليات الصناعيه اللي تنحط على الشاي هي نفسها يستخدمونها في مشروبات الدايت، وبالتالي انت قاعد تشرب مشروب غازي ما يرفع لك سكر الدم لحظيا وما يحتوي على سعرات حراريه، وهذه معلومه صحيحة بدليل أن المرضى اللي فيهم سكر ويأخذون إنسولين يصير فيهم هبوط. أقول لهم لو تشربون فاميلي سايز أو الحجم العائلي مشروب غازي دايت ما راح يرتفع السكر، لازم تعالجون هبوط السكر بيا عصير أو مشروب غازي عادي مو الدايت، لأن الدايت فعلا ما راح يرفع السكر لحظية. لكن شنو مساوئ الأسبارتيم أو السكرين أو السكرولوز وخاصة الأسبارتيم؟ له مشاكل عديدة، من بينها أنه ممكن يسبب زيادة بالوزن بدل ما هو ينزل الوزن، بحيث أنه لما الجسم يحس بالطعم الحلات لكن ما يرتفع سكر الدم عنده يقول أنا قاعد أحس بطعم الحلال لكن ما قاعد يتوصل لي الإشارات اللي هو ارتفع نسبة السكر بالدم، وبالتالي يحس فيه إنه هو محتاج سكر أكثر، فممكن يخربط بعد الوجبة أكثر ويأكل سكريات أكثر. نتمنى إن شاء الله الجميع إنه يكون استفاد من هذه الفقرة، والسلامة للجميع بدون شك. كل الشكر مشاهدينا للأستاذة سمية الإبراهيم متخصصية تغذية علاجية، شكرا لك أستاذ. شكرا لك عبد المحسن. فاصل ونكمل معاكم بقية فقرات برنامج صباح الخير الكويت.